ما لا تعرفينه عن الحبل السري. الحبل السري هو الرابط الذي يجمع بين الأم وطفلها ويؤمن له المغذيات الأساسية طوال فترة إقامته في رحمها. وهناك مميزات يتسم بها الحبل السري تجعل منه عاملاً مهماً في القرارات التي تتخذها الأم بحق صحة صغيرها وسلامته. إليك أبرز هذه المميزات. يتراوح متوسط طول الحبل السري لطفل مولود في أوانه ما بين 50 و 60 سنتيمتر، ويمكن أن يصل إلى حد 133 سنتيمتر، لا سيما لدى الجنين الذي يقوم بكثير من الحركة في الشهر الثالث من الحمل. يتغلف الحبل السري بشكله الطبيعي بطبقة من الهلام الموجود خصيصا لحماية شرايينه وأوردته من التجعد والانسحاق. في الإجمال، يلتف الحبل السري حول عنق الطفل من دون أن يتسبب له بأي مشكلة صحية أو مضاعفات. والخوف في مثل هذه الحالات لا يكون من فكرة التفاف الحبل حول العنق، بل من فكرة انضغاط الأكسجين داخل الحبل وعدم بلوغه للطفل. يحتوي الحبل السري على وريد لنقل الدم الغني بالأكسجين والعناصر الغذائية إلى الطفل، وشرايين للتخلص من الفضلات والدم الخالي من الأكسجين. لا يسبب قطع الحبل السري بأي ألم نظراً إلى خلوه من الأعصاب. بوجود الحبل السري والمشيمة اللذين ينقلان المواد والعناصر من الطفل وإليه، لا يمكن لدمه ودم أمه أن يمتزجا أبداً. لا تؤثر طريقة قطع الحبل السريع عند الولادة في شكل سرة البطن وما إذا كانت للداخل أو الخارج. يحتوي الدم الموجود داخل الحبل السري على خلايا جذعية يمكن استعمالها في وقت لاحق لعلاج الطفل من بعض الأمراض الخطيرة. ما تعليقك؟ شاركنا برأيك ولا تجعل المعلومة تقف عندك وشارك الفيديو.